ولد. قومي. بس ما حدش هيقدر عليا النهارده. الفوره من 101. كام؟ 101. عايزها 201، ما عنديش مانع. لا كفايه قوي 101. بصرة. بصرة. انت معاك ايه بقى دلوقتي؟ الولد اتحرق واتخنق. بسم الله عليك يا حبيبي حمادة. اطلع ريح يا حبيبي ولا نام جنب هيثم. لا 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 انا صاحي مفيش حاجة. يا خبر، ده انا اخرتكم قوي. انا لازم امشي بقى. الله، انت وراكي ايه؟ ما انت قاعدة يا جيجي. لا ما ينفعش يا ماما اتأخر عشان نسفح المعادي. معلش يا ماما نونة. مع السلامة. مع السلامة. خلاص يا ماما، خلاص هي مأجلة، ما هي قاعدة معانا على طول هنا يا أخي. خلاص بقى يا جيجي، أنت بقيتي واحدة من العيلة، كل ما تلاقي نفسك فاضية عدي علينا. حاضر يا ماما نونة، عن إذنكم. مع السلامة. تصبحي على خير يا أنوس. وأنت من أهل الحبيب. على مهلك يا جيجي. حاضر يا ماما نونة. تصبحي على خير يا أنوس. مش عايزين حاجة؟ لا يا ماما، يلا يا حبيبتي تصبحي على خير. مش مصدق الليلة هتخلص. تصبيرة بقى على هناك. انت اكيد جيجي يمكن نسيت حاجة. نسيت ايه بس؟ روح افتح بقى يا حمادة. يلا مساء الخير يا حمادة، جاي عشان اتكلم معاك في موضوع مهم جدا ولازم نبقى لوحدينا. فوزية يا اختي، ايه المفاجأة الحلوة قوي قوي دي؟ يا اهلا وسهلا. انت بنت حلال، لسه حلمانة بيك امبارح. كويس اني لقيتك صاحية يا طنط عشان عايزة اتكلم معاك انت كمان. تحت امرك يا فوزية. شوف يا حمادة، احنا متطلقين من اكتر من 30 سنه، واعتقد في ال 30 سنه دول انا ما لجأتلكش في اي حاجه، عشان انا عارفه ومتاكده انك ما تقدرش تعمل اي حاجه. وانت جايه في الصاص الليالي عشان تقولي الكلام ده؟ شايفه يا ماما بتغلط فيا وانا ما غلطتش فيها. خليكي شاهده اهو. جرى ايه يا فوزيه؟ بس اتفاهموا يا حبيبي مع بعض كده وصلوا على النبي. حصل ايه يا فوزيه؟ ابني حسام هيتجوز. امنت عليكي حاجات بقى يا اختي؟ الف نهار ابيض، ده يوم المنى. هيتجوز بنت مساعد وزير الداخليه. وماله، ده شيء يشرفنا، وحسام طول عمره ابن حلال. سياده اللواء ابو العروسه عاوز يشوف ابو حسام ويقعد ويتكلم معاه. يشوفني ليه؟ وانا مالي؟ سامع بقى يا طنط؟ ايه اللي انت مالك يا حماده؟ ابنك عايز يتشرف بيك. ابني؟ ابني ده اللي كل ما يشوفني يهب فيا ويهزقني؟ هو ده ابني؟ دلوقتي عايز يتشرف بيا عشان عايز يتجوز؟ وماله يا حماده؟ انت في ديك الساعه لما تروح تقابل سياده اللواء وتطلب بنته لابنك. ها بس المفروض يا طنط بقى يبقى واجهه مشرفه لابنه ما يكسفوش. شايفه يا ماما؟ وديني ما رايح يروح يتجوز هو لوحده. ايه يا حماده، انت بقيت تتعصب بسرعه كده ليه؟ وانت برضو يا فوزيه كلمتك دي كانت تقيله قوي. حماده يشرف اي حد وانت عارفه كده كويس. قولي لحسام أبوك هيجي ويشرفك وجدتك كمان جاية معاه. معلش يا حبيبي، حسام لازم يخش على نسايبه بعزوة. ماشي يا فوزية، أنا هروح، بس تقولي للواد ده يكلمني كويس قوي قدام الناس، يحترمني جدا. مفهومة دي ولا مش مفهومة؟ ومش قادرة أوصف لك سعادتي يا حماد، وأنا نازلة الصبح بقول لهم في وشهم أنا رايحة لبابا، حد عايز منه حاجة كده؟ ما هو الأول كنت بجيلك سرقة زي ما أكون متجوزاك عرفي. ما دلوقتي احتاجوا لي. مفروض عليهم بقرار من مساعد وزير الداخلية عشان يعرفوا قيمتي. أيوه، وأنا عايزاك بقى تروح تقعد وترفع راسك وتعمل اللي أنت عايزه كله، وتلبس بقى الكرافات الحمراء الفحلوقي دي اللي أنا جبتها لك من باريس، بتبقى تحفة عليك. ايه يا بلوتو؟
شادي الرسام ماله واقف بره عايز فلوس، شكله وحالته مش ولا بد. لما تديله يا سيد. حاضر حاضر يا حماده بيه. مسكين شادي ده مع انه موهوب. انت مش عارفك انه موهوب؟ انا معرفش في الفن، انما جده بيقول عليه موهوب، يبقى اكيد موهوب. ده اكبر تاجر لوحاته تحف في البلد. جدك ده شخصيا تحفه، لا بيفهم في العهد ولا تحف ولا حاجه في الدنيا. انت عارف بقى، انا قلت له ان اللي رسم اللوحه بتاعتي دي رسام الماني وشربها. ايوه. مش بقول لك حمار، ما بيفهمش في حاجه خالص. لا وايه، طلب مني انه يشتري منه لوحات باسعار خرافيه. ما رسام الالماني. ايوه اللي هو شادي. ايوه. والله فكره دل، ما تدبسيه في كام لوحه كده ينوبك ثواب في الواد الغلبان ده. ما ينفعش كده، قلت لك نروح للدكتور امبارح انت اللي ما رضيتيش. خبر انت بقيتي سخنه قوي. لازمته ايه بس الدكتور يا ابراهيم؟ انا غريت شويه ليمون وشويه لبان ذكر وهبقى كويسه ان شاء الله. انت لو تسمعي كلامي تستندي عليا وننزل نروح الجامع اللي جنبنا. المستوصف اللي فيه عندهم دكاتره كويسين قوي، والكشف بخمسة جنيه بس. ما تقلقش يا ابراهيم، انا هبقى كويسه، بس انا مش قادره اشيل نفسي، جسمي مدغدغ قوي يا ابراهيم. يبقى لازم الدكتور يشوفك. والدكتور اللي هيشوفني ده هياخد كام؟ وهنجيب له منين؟ ده احنا ماشيين على قد يا ابراهيم. روح انت بس كليتك وما تشيلش هم. انا هتصرف. تتصرف هتعمل ايه بس؟ هتصرف وخلاص. الو. ايه يا شريف؟ لا مش هقدر ابقى معاكم النهارده. ماما تعبانة سخنة وبالكح، أنا خايف تكون حاجة خطيرة. لا لا إن شاء الله هجيب لها دكتور طبعا. حاضر حاضر هطمنك، مع السلامة. مهزلة دي ولا مش مهزلة؟ الباشا عزه عاوج طربوشه وبيبصلي، وابنه حمادة بيه عزه عايش في النعيم ده كله. جت بقى على ابراهيم عزه وقفلت. ده ايه المفاجاه الحلوه قوي قوي النهارده دي؟ اتفضل يا حبيبي. اسمع بقى يا واد، انت هتتغدى وتتعشى معانا النهارده يا حماده. ابراهيم هنا. كويس انك لحقته قبل ما يخرج، ده انت وحشه قوي. انا كنت جاي عايز اقول لك يا تيتا. ولا تقول ولا تعيد، مش هسيبك النهارده يا حماده. ابراهيم جاي عايز يشوفك ويسلم عليك ويصالحك. اهلا يا ابراهيم. ازيك يا بابا؟ على الله تكون عقلت ورجعت نفسك. انا ما كنتش مجنون عشان اعقل يا بابا. شفتي؟ اهي الفلسفه دي اللي موديها في داهيه. امه بتشتكي لي منه مر الشكوى يا ماما. ما صلوا على النبي كده، امال هو لو ابراهيم مش بيحبك وعايز يصالحك كان جالك يا حماده؟ هو بس اللي فيه نعره عزه، مش عايز يعترف بغلطه. لا يا تيتا، انا مش جاي هنا عشان بابا، انا جاي عشان ماما. مالها ايش؟ تعبانه قوي يا تيتا. ما هي طول عمرها تعبانه. قولها تخف على نفسها شويه، تاخد الدنيا ببساطه، الدنيا مش محتاجه كده. قولها تفرفش حبتين. وانت يا اخويا خف عليها، ما انت السبب. يلا باي باي بقى يا ماما. على مهلك يا حماده. مالك يا ابراهيم؟ ما انتش عاجبني يا حبيبي. امي تعبانه قوي يا تيتا، حرارتها 40 وما بطلتش كحه طول الليل. لا ألف سلام عليك. طب وزي ما تقوليش بقى يا إبراهيم؟ ها؟ خد يا حبيبي امسك دول. يا واد امسك، انت بتتكسف من جدتك؟ امسك. اتفضل يا دكتور. خير يا استاذ شفيق؟ ماما مالهاش يا ابني، اطمن الدكتور معاها جوه. دكتور ايه؟ ما انا الدكتور معايا اهو. ايوه يا ابني، ما احنا حاسين ان هي تعبانه، كحتها كانت جايبه اخر حاره، قلنا نجيب دكتور يطمنا عليها. وبعدين خالتك ام سالو وصلوا معاها جوه، ما تقلقش. هيا يا دكتور. خير؟ عندها نزلة شعبية، محتاجة اروح اسبوع وهاتولها العلاج ده بسرعة. حاضر دكتور. احنا اسفين يا دكتور، حضرتك شايف. لا لا مفيش أي حاجة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. دي شقة الست عيشة؟ أيوة يا فندم. خير؟ خير إن شاء الله. أنا الدكتور إسماعيل حسني. ماما نونا بعتاني عشان أكشف عليها. اتفضل يا دكتور. عند إذنكم. ست والدتك دي بنت حلال قوي، دكاتره مصر كلهم جايين يكشفوا عليها،
من شويه بندور على دكتور، دلوقتي بقى عندها كونسلت.